رفعت بعثة مملكة البحرين للحج أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما توجهت بأحر التهاني كذلك لحكومة المملكة العربية السعودية لنجاح موسم الحج لهذا العام. جاء ذلك خلال استضافة البعثة البحرينية أصحاب وإداريي الحملات البحرينية وعددا من الضيوف بمقر البعثة بمكة المكرمة، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة العيد وبمناسبة نجاح موسم الحج. وقد أعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على التنظيم المتميز لموسم الحج، كما أشادوا بتوجيهات حكومة مملكة البحرين التي انعكست على أداء البعثة البحرينية التي ارتقت بجميع الخدمات المقدمة وبدور اللجان البارز في المساهمة في هذا النجاح.